معنا ومعاكم دكتور يوسف الجمل، مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم، وكان الوزير الأسبق للتربية والتعليم بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كلمنا عن نسخة مارلوج السنة دي. الحقيقة المارلوج على مدى 12 سنة كل سنة الحقيقة بيكتسب زخم جديد، كل سنة يعني مستوى الأوراق البحثية اللي بتتقدم وتنوعها، يعني احنا شايفين الحقيقة مشاركة كبيرة جدا أولا من خبراء في المواني على مستوى العالم كله، وبالذات في مواني البحر الأبيض المتوسط كان في مشاركة جيدة جدا. البحوث المقدمة الحقيقة مستواها عالي ومرتفع ومتنوعة وشاملة لحاجات كتيرة قوي، وخصوصا في الأوراق البحثية المقدمة من خارج مصر كان عددها جيد جدا. السنة دي أول مرة المؤتمر بيقدم أولا تقدير خاص لأفضل 3 أوراق بحثية، ودي حاجة أول مرة تتعمل. الحاجة التانية هي تحديد أفضل 10 بحوث يمكن نشرهم في المجلة الدولية للبحوث، فدي حاجة كويسة قوي الحقيقة، إنه بحوث المؤتمر ما تقتصرش بس على المؤتمر لكن تطلع تنشر في مجلات عالمية تطلع عليها الجميع، ودي أول مرة تحصل المؤتمر، فده بيقول على مستوى الحقيقة وارتفاع مستوى البحوث المقدمة عن كل سنة. كلمنا أكتر عن مشروعات الطلبة، إيه رأي حضرتك في مشروعات الطلبة في الأكاديمية؟ أيضاً الطلبة مشروعاتهم بتحظى باهتمام أولاً، ويعني إحنا شايفين الحقيقة اهتمام حتى رئيس الأكاديمية وكل أعضاء التدريس بمشروعات الطلبة، إنها تبقى بتعبر عن الأكاديمية، وما ننساش الأكاديمية النهاردة بقت حاجة كبيرة يعني الحقيقة، وبالذات في هذا المجال. اللي بيعكس ده هو في النهاية خالص مشروع الطالب ده معناه تجميع لكل اللي هو درسه في شكل تطبيق، والتطبيق ممكن الناس تستفيد منه، وأيضا في عمل جماعي وده جميل قدم بين الأعضاء اللي موجودين في المشروع. الطالب لما بيطلع سوق العمل أول سؤال بيتسأله مشروع كان إيه؟ فمشروع الاهتمام بيه مهم جدا، وكل ما بيكون بتناول أولا مجالات حديثة ومجالات فعلا بيهتم بيها السوق ومحتاجة للعمل ومحتاجة انها كمان تؤدي الى تكوين مثلا كيان بعد كده، ممكن يكون كشركة صغيرة ممكن شركة ناشئة، كلها بتيجي من خلال المشروع. احنا بنطلب كمان من الطلاب ان هم يعملوا دراسة جدوى، يعني مش بس يقولوا الافكار، لا قول لي انت محتاج فلوس قد ايه عشان تنفذ مشروعك ده، وهتجيب الفلوس ازاي؟ فدراسه الجدوى بتخلي الطالب يفكر اقتصاديا، يعني مش فكره انها فكره وتقولها خلاص، لا الفكره دي هل اولا قابله للتنفيذ؟ اذا قابله للتنفيذ اقتصاديا بقى هتكون فعلا يعني مجديه اقتصاديا، وان الفلوس اللي حط فيها دي هتجيب عائد ولو على المدى، فلازم يحط هذه الدراسه. فبنطلب سواء في كل المجالات الحقيقة إنه المشروع لازم مع دراسة جدوى، ودي حاجة جيدة جدا. شكرا ليك دكتور يسري، ومنتظرين حضرتك إن شاء الله في النسخة القادمة من مارلوج. شكرا جزيلا.